الدريات ما كيتشرطوش، باش نكونوا واضحين، ماشي كلشي. انا دريات صحاباتي ما كاينش اللي كتشرط في الصداق ولا كتقول لك انا بغيت شو يكون عنده فلوس وعنده هادو، ها كتقول شي واحد اللي غنتفاهم معاه ونكون معاه بخير وصافي. زعما هاد ليدي خاطئه واخدينها، لكن لاباس عليه غادي نطلب شي صداق نيت، لكن با مال غنطلب شي صداق ترانكيل شي 100 مليون بلاش كاع مسكين مسامحه سامح لي. دريت مؤخرا قال لك يتشرطوا في الصداق حيت نورمالمون كتصحاب راسي زوينه فهمتيني، كتحس بواحد يعني كتاتيري طرف اخر، وفي نفس الوقت ملي كيكون عند لاج 22 كتشارط عليك واحد الصداق، في لاج 25 كيتشونج هذاك الصداق، في لاج 30 عام كيولي واحد الصداق صغير، في لاج مثلا 35 عام كتولي باغا بلا صداق. يعني هنا كتلقى انفصام في الشخصيه اول حاجه، وثاني حاجه اصلا الزواج غير مكتب، وما بقاش ديك الزمان ديال النيه كما حنا كنا كنعرفوا قبل. يعني كنا كنعرفوا حنا والدينا مثلا الاب ديالي انا ولا الاب ديال مثلا شي واحد كتلقى كيجي كيقول لك الزواج النيه، كيقراوا الفاتحه كيقولوا بسم الله، فهمتيني كتكون ديك البركه، اما يعطيها درهم ولا 10 ريال هذيك غير الفاتحه كيقول لي نوض هز سلعتك ودور في حالاتك. كاين اللي كتبغي تضمن المستقبل ديالها وكتخاف انها تطلق، دونك من بعد تقول الا خديت الصداق غيبقى ليا، كاين اللي كتبغي تبان مع على صحاباتها وعلى تبغي تباها بيه، وكاين اللي داكشي كيكون ودي التفاهم ديالو مع هادي كيف كيقولوا كيتمسكن حتى كيتفركن، يعني كتبقى في الاول كتبوحط وكتمسكن ومن بعد كتقلب زعما كتقول صافي راني ضمنت وراني، ولكن راه العكس داكشي غير راجلك ياخذ عليك فكره خايبه انك في الاول كنتي في شكل ومن بعد وليتي في شكل، واحد هو اللي بقى على صباغتو. بنات البنات بغى المدينه، بغى طوموبيل، بغى الرفاهيه، ما بغى البلاد، ما بغى يحرس، ما بغى يحصد، كمان يقول البركه. ايه الشرف ديالو صافي بركه، نرجع للبركه. الا كان العرضه فيه كل شيء، اما الزين ديال الوجه كا 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 يجوز يجري كيفوت. ان شاء الله تبارك وتعالى. والصواب ولاد زاب والولاد كبير والولاد مزيانين. مو بوغ هذا كتكون لو ترافاي ديالها يعني سوتوني، ما كتبغيش يعني هي خدمات وقرات وداك الشيء كامل في الاخر تزوج بواحد اللي ما يعطيهاش ديك القيمه لا فالور اللي كانت كتستحقها قبل. دونك داك لي زيتود اللي دوزات وداك الشيء من حقها انها تطلب صداق مرتفع. انا نتزوج بوزير باش يعطيني 20 مليون نو على حسب، انا باقي ما كملتش لي زيتود ديالي، يعني باقي ما عنديش لا فالور اللي باش غنطلب شي صداق اللي غالي. 1000 ريال 120 بحال هكا هي غاده، ما كاين ما تفوتش 2 المليون يولي شويه قاصح على نوم. داك الشيء علاش لو مارياج ولا ناقص عندنا، و هاد لارجون اللي داير بروبليم مع لو مارياج داكشي اش تقل. وحنا زمان من نهار كيطلبوا بزاف 2 المليون 3 المليون والبارتمان والمسائل والدار. وحنا خويا تزوجنا بواحد الوقت اللي لقينا كل شيء سهل الصراحه، وكتلقى هذوك هذوك العيالات ديال ذاك الوقت كتلقاهم صبارات كيصبروا. دابا كتسمع واحد تزوج اليوم ثلاث شهور صيفطها ولا هي صيفطاتو، ما كاينش ثلاثه اربعه فينا والعيس اللي غيعطي ثلاثه ولا اربعه، لان كان شي خليجي ولا شي واحد جاي من برا، اما تاع المغرب راه يلاه الا عطى 100 ما تقولها لحد لحد. اي والله يكمل طلب واحد القليب يجيب الله الكسير. حضرتي انا في الوقت تاع دابا ما كانش تشرط، لان بعدك النسبه تاع الزواج قلات والماديات تاع الشباب قلات وكاين البطاله، ما كاينش نسبه الزواج مرتفعه، باش هاد البنت غتبدا تشرط وبغيت يا ربي يجي العريس. داكشي اللي الواحد يطلب القليل بيعطي من بعد يكون الخير. ديال دابا بغات تخرج من داك الحصار اللي كانوا دينين على خوتها ووالديها ودخل عند راجلها بصفتها هي رجل خفاء، بمعنى انها هي راه امراه وخا تكون ما خدامش ولا هادي تعطيك هي فلوس الصداق تعطيك هي كلشي، ولكن خليني ندير هاد الحوايج
انني نلبس سروال، انني نربي الطفريرات، هذا الا خاصني الطياب ولا الماكله ايور نخرج نجيبوها وداك الشيء. هذا هو البنات اليوم اللي باغي يتزوجوا اليوم. والصداقه راه هي كتعطي لك، هي عارفك هذاك الشيء كينفخوا الشواري، فهمتي؟ زعما كينفخوا الشواري كتباهى به قدام صحاباتها بان راه جاب ليا مليون ونص ولا جوج المليون، ولكن او فون ديال الصنداق راه هو راه اجر باش كيبارك لك الله فيه بينها وبينه، ولكن هي ما عارفاه. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.